الدكتور محمد الجبلي أستاذ أمراض القلب في معهد القلب القومي بالقاهرة. أنا النهاردة هتكلم مع للعيانين وهتكلم للدكاترة الصغيرين إيه اللي يراعوه في تتبع حالات العيانين، إزاي يعرفوا، إزاي يتعلموا، إزاي يتعاملوا مع العيان. بالنسبة للعيان اللي عنده أي كسور أو عنده أي آلام في صدره أو عنده كسور، راح الدكاترة يقولوا لنا عندك كسور مستقر، لو حس بإن الآلام بدأت تزيد أو إن هجام بدأ يزيد أو بدأ يتعب بأقل مجهود أو طول الوجع بدأ يطول مدته، بدل ما كان بيقعد دقيقتين بقى بيقعد خمسة، بدل ما كان بينهج لأقل بعد سلم بعد دور ابتدى ينهج بعد خمس سلمات أو أربع سلمات، فبالتالي لازم يعرض نفسه على الدكتور عشان ده بيبقى محتاج تدخل أو محتاج يتعمل له أبحاث ما نعرفش هتؤدي إلى عمل قسطرة أو إلى عدم عمل قسطرة، لأن بيبين لنا بقى إيه الأبحاث دي، ممكن تكون أشعة مقطعية متعددة، جمع كاميرا، إدت أي إدت الكلام ده، إدت قصور، يبقى لازم يحتاج قسطرة. ده بالنسبة للعيان العادي. بالنسبة للعيان اللي عنده سكر لازم ياخد باله إن هو ممكن يحس بالوجع، هو كل يحس بيه إن هجان بيبتدي يزيد شوية بشوية، فعليه إن هو لو حس ان في نهجان جامد او انه مش قادر ينام او انه كان بيعمل مجهود معين ما بقى لاقل مجهود النهارده المجهود ده من اقل مجهود بقى بيحس بوجع او بقى بيحس بنهجان زياده، قال انه يعرض نفسه على دكتور بسرعه عشان يشوف التعامل معاه ازاي. ده بالنسبه للعيانين. بالنسبه للدكاتره الجداد الجونيور مطلوب منهم ان هم عشان يكونوا يعني anxious او يعني ملمين بالموضوع بتاع القلب ده، لازم يتحاولوا ان هم يدخلوا اوضه القسطره كتير جدا، يدرسوا حالات العيانين ويحضروها كويس، يدخلوا يساعدوا في القسطره سنه واثنين وثلاثه لغايه ما يتعلموا من اخطاء الكبار بيعملوا ايه، يتعلموا ازاي يتفادوا الاخطاء دي، ازاي يتعاملوا مع العيان لو حصل له اي مشاكل، عشان بالنسبة للدكاترة دي الخبرة دي مطلوبة ان هم يتعلموها من عليهم ان هم يلازموا ويتعلموا من الدكاترة الكبار ازاي يتعاملوا مع الحالات وازاي ان هم يكونوا يرفعوا مستواهم العلمي ومستواهم المعملي والبراكتيكال بتاعهم بانهم يحضروا حالات كتير جدا، يحضروا مؤتمرات كتير جدا، يشوفوا ايه المشاكل اللي بتقابل الدكاتره ويتعلموا ازاي يتفادوا هذه المشاكل عشان يقدروا يبقوا على خبره وعلى قدره ان هم يتعاملوا مع العيانين.